أيها السادة الحضور وضباطنا الأكارم المتواجدين معنا في هذه الافتتاحية، نرحب بكم جميعاً داخل مركز تدريب 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. عند سماعه ترتسم صورة الوطن، الوطن الآمن الحر الموحد. فنشيد وطننا يسري كما يسري الدم في الجسد. لنقف تحية لأرواح شهدائنا وتحية للأبطال الأحياء عبر نشيد الآباء. ونبدأ بكلمة آمر التدريب لمركز تدريب 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الرائد صالح المهدوي. يشرفني حضور الضيوف الكرام أنتهز هذه الفرصة لتقدم بالشكر والعرفان لسيد القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر على الدعم اللامحدود لهذا المركز الخاص بالكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة. السادة الحضور، إننا ندرك إدراكا كاملا بحجم التحديات التي تحدق بالوطن والمخاطر التي تتربص به وبأمنه، ولذلك فإننا نتصدى وبكل قوة لأي محاولة تزعزع أمن هذا الوطن، ونؤكد على الحرب الشرسة التي نخوضها ضد الإرهاب والغزو التركي الغاشم وضد الخونة والعملاء التي لن تنال من إرادات قواتنا المسلحة. ومن هذا المنطلق فإن مركز التدريب يعمل جاهدا على تدريب أفراد القوات المسلحة تدريبا عمليا راقيا، وكما نسعى لإدخال كل ما هو جديد من تطوير تقني وتكنولوجي في مؤسساتنا العسكرية لكي يؤهل أبناءنا الخريجين. لكم منا التهاني بتخريجكم، ونتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم العسكرية المقبلة. حمى الله ليبيا وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم الآن آمر استعراض العسكري لأخذ الإذن من السيادة المتواجدين على المنصة. رئيس مستعرضة أخذ الإذن الآن من سيادة اللواء هاشم بورقعة.
باسمي وباسم كل منتسبي القوات المسلحة هذا اليوم أرفع تحياتي إلى سيدي القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. وإننا ما شاهدناه اليوم من داخل الكتيبة 155 في تخريج الدفعة الأولى من المستجدين بالمركز التابع للكتيبة 155 وضباط الصف، ما شاهدناه هذا ما دل على التدريب الراقي بقواتنا المسلحة، وإننا ننفذ تعليمات سيدي القائد العام عندما يقول يد تحارب ويد تبني. فها نحن اليوم في البناء، وباسم إدارة التدريب أرفع تحياتي إلى السيد آمر الكتيبة 155 وكل الضباط بهذه الكتيبة على ما شاهدناه هذا اليوم. ومن هذا المكان باسم قواتنا المسلحة أرفع تحياتنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر قواتنا المسلحة المرابطة في محاور القتال، والذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعود العاصمة طرابلس إلى أحضان الوطن. فإننا اليوم رسالة إلى الغزاة وإلى كل من يساند الغزاة، نقول لهم إننا نحن موجودين بإذن الله. ولكننا عندما نشاهد هذه الرموز نطمئن ونعرف أن قواتنا المسلحة على طريقها الصحيح، ووضعت رجلها على الطريق الصحيح بتعليمات سيدي القائد العام وسيدي رئيس الأركان العامة. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق قواتنا المسلحة، وأن أشكر كل الضيوف الذين حضروا معنا هذا اليوم من ضباط وضباط صف وأولياء الأمور، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وشكرا أيضا لجنودنا البواسل الآن المتواجدين في ساحات الوغى مدافعين عن التراب الوطن. ولا ننسى جرحانا اليوم، ونقول لهم بالشفاء العاجل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مدير إدارة التدريب، سيدي مدير رئيس هيئة الاستثمار، سيدي رئيس هيئة القضاء، سيدي مدير إدارة الآليات، وسيدي مدير مكتب القائد العام ممثلا عن سيدي القائد العام السيد آمر جناح الطيران بالقوات الجوية، السادة الحضور، الضيوف الكرام، ضباط وضباط صف وجنود الوحدة العسكرية 155، أولياء الأمور وأمهاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في مثل هذا اليوم من العام 2014 وقبله بتحديداً،
في الشهر الخامس وما قبله كان هذا المنظر مستحيلا، وراهن الإرهاب على القضاء على القوات المسلحة العربية الليبية، وكان يردد البعض أنه من المستحيل أن ترى ليبيا في النور قوة أخرى تذود عنها وتحميها، ولكن الرجال الذين قادهم المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر صنعوا هذا المستحيل. هذا المستحيل الذي ترونه الآن من القوة أمامكم يبعث من الرسائل الكثير. أولها أننا ندرك أننا نعيش في عصر القوة، وسنبني القوة، والذين راهنوا على وهننا اليوم سيذوقون بإذن الله مرارة الهزيمة وينحسرون، وهذه إحدى رسائلنا للغزاة والطغاة الذين أتوا إلى أرضنا غازيين، وللخونة والعملاء الذين باعوا العرض والشرف والأرض. هذه الرسائل التي توضح من خلال ما شاهدتموه امتداد أجيالنا الجديدة من الدماء الجديدة بأجيال من المجاهدين ورثنا عنهم التضحية والفداء، فتحية لأجدادنا الأبطال الذين جاهدوا من أجل هذا الوطن ولأبنائنا الذين استمروا على هذا النهج. أيها الإخوة، في هذه اللحظات حضرات السادة الحضور، نرد على وزير الدفاع التركي الذي قال بأننا سنبقى في ليبيا للأبد، نقول له إن في ليبيا رجال سيجعلون رفات جنودك يبقون إلى الأبد في تراب ليبيا وهم مدفونون تحت التراب. لن نفرط في بلادنا. هذه القوة التي رأيتموها وهؤلاء الرجال كان وراءهم جهد وعمل دؤوب. هذه إحدى وحدات القوات المسلحة التي استطاعت أن تتفوق وتصبح مركزاً للتدريب والتأهيل. نفخر بشبابها، ضباطها وجنودها وضباط صفها، ونحييهم باسمكم، ونحن نرى إنتاجهم اليوم كله قوة وكله اعتزاز وكله تحدي وإصرار على المواجهة. نعم أيها الرجال، أنتم لها، ونقول لكل من يطمع في بلادنا أننا مستمرون في بناء القوة، لن نتوقف. هذه رسالة بدأها سيد القائد العام ومن معه من الشرفاء، وسنكملها حتى تصبح ليبيا عصية قولا وفعلا على كل من يطمع في تراها. لا أريد أن أطيل، ولكن باسمكم جميعا نحيي هؤلاء الرجال الأبطال ونهنئهم بالتخرج وهذا الحفل، ونقول لهم إن ليبيا في انتظاركم، وأننا لن نفرط في تضحيات رجالنا الذين قدمناهم من أجل حرية هذا الوطن ومن أجل القضاء على الإرهاب الذي بدأ ينحسر، وشيئا فشيئا سينتهي العدوان وسينتهي الغزو وستنتصر ليبيا، ولن يبقى للخونة والعملاء إلا تاريخ أسود، وسيبقى للشرفاء تاريخ مشرف يفخرون به، وبإذن الله منتصرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المين دور حسنان ضعي قطر
أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا مخلصا لله ثم للوطن، محافظا على أمني وسلامة أراضيه، ومدافعا عنه في البر والبحر والجو، في الداخل والخارج، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة العربية الليبية، وأن أحافظ على الشرف العسكري مطيعا الأوامر العسكرية ومنفذا لأوامر رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، وأن لا أترك سلاحي قط حتى أذوق الموت، والله أعلم، أقول شهيد.